انتي وبس. اول موقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. بكون كين جدا انه اجي كايرو فاشن فاستيفال كل سيزن، حتى if I'm not participating او كده، بس عشان بجد بحس انه لازم اسابورت الفاشن سين في مصر بالذات، انه هو دلوقتي انه the fashion scene is انه it's growing was getting bigger وكده، فبحس انه لازم اكون في كل الايفنتس وانه اسابورت كل الايفنتس. بالنسبة لي أنا كتجربتي في Project Runway شوية مختلفة عن Cairo Fashion Festival، عشان Project Runway إحنا بنشتغل under pressure، إنه بيكون عندنا challenges معينة وكده، بس إنه الحلو في Cairo Fashion Festival إنه كل designer بيكون عنده الوقت إنه يعمل collection بتاعه وعنده ال privilege بتاعته وعنده كده، وبيقدر يطلع الحاجات اللي في دماغه من غير أي حاجة تحدده أو أي حاجة تقلل منه أو أي حاجة، يعني بيقدر يعمل كل حاجة هو عايزها من غير أي rules. I just launched my winter collection, haute couture collection, mainly it's big gowns, Victorian inspired, بس it has كده modern twist فيها شوية. أنا دلوقتي I'm working on مفروض launching ال winter capsule collection إن شاء الله على آخر الشهر. انتي وبس. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري، أحد مواقع مجموعة وشوش الإعلامية انتي وبس.com.